من المذهل حقا أن نتصور كيف تحولت الحاسبات الإلكترونية إلى جزء ضروري من حياتنا اليومية. ومع اقتراب العالم من القرن الحادي والعشرين نشهد الدور المتزايد للحاسبات الإلكترونية في مجتمعاتنا، وهو دور لم يكن ممكنا قبل مجيء هذه الآلات المدهشة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عندما اخترع ألكسندر غراهام بيل التلفون أو الهاتف إذا شئتم في عام 1872، طلع هناك واحد معلق صحيفة، الظاهر كان عبقري، وقال إن هذا الذي يسمونه التلفون لعبة مسلية، ولكن لن يكون له في يوم من الأيام أي فائدة عملية أو تطبيق عملي. هذا التلفون طبعا متطور، وهذا من آخر الأشكال التي نجدها عليه، وكلنا نستعمله تقريبا استعمالا فارطا. على كل حال، في سنة 1951 صدرت تعليقات مماثلة كثيرة عندما بدأ في استعمال الحاسبات الإلكترونية مثل هذه اللي بتشوفونها على يميني هنا، لأنه طبيعة البشر بينما